أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، سيما على بضعته وروحه التي بين جنبيه الصديقة الطاهرة الراضية المرضية أم أبيها فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. ليلة عظيمة تتعلق بالحوراء الإنسية، وقد احتفلت بهذه الليلة ملائكة السماء قبل أن نحتفل نحن في الأرض، فنبارك ولي الله الأعظم أرواحنا فداه، ونبارك الأمة الإسلامية وأنتم أيها الإخوة الأعزة والأخوات وجميع شيعة أمير المؤمنين وفاطمة بهذه المناسبة العطرة. لا تعتقد بأن القوانين الإلهية كقوانين البشر، هناك فرق كبير بين ما يقننه الله سبحانه وتعالى وبين ما يقننه البشر والقوانين الوضعية، لأن البشر ينظر إلى الجانب الظاهري فحسب، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يقنن يلاحظ جميع أبعاد المخلوقات الظاهرية والباطنية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فترى بأن الارتباط بين بعض القوانين لا يمكن أن نتعقلها نحن مهما سعينا مهما أتعبنا أنفسنا. مثلا من جملة الأمثلة التي هي واضحة قضية الصدقة. مثلا الصدقة مهما كانت، حتى لو كان المبلغ بسيط جدا، صدقة السر بالخصوص لها تأثير عظيم في حياة الإنسان، في مصير الإنسان، في موت الإنسان، يمنع الإنسان من ميتة السوء والفجأة. كيف يمكن هذا الشيء؟ على أي أساس؟ لا يمكن تحليل هذا الموضوع تحليلا ماديا. الارتباط بين صدقة وبين طول العمر مثلا، أو صلة الرحم. مجرد ما واحد يتصل بخالة وبعمة يأثر في طول عمره. شو الارتباط؟ صلة الرحم مو مقصود يعني تحل مشكلته، لا، نفس الاتصال، الصلة. هذا غريب، القانون إلهي. لا تحاول أن تحلل هذه الأمور تحليلا ماديا، ستقع في متاهات، خصوصا الإنفاق. قانون الإنفاق عجيب واقعا. هذا القانون يقول إذا خلاص ما عندك شيء، انتهى اللي عندك في يدك، عندك شيء بسيط مثلا عندك دينار وتحتاج إلى 10 دنانير، تصدق بالدينار. تصدق بالدينار، شلون هذه؟ ما عندي لها، يقول تصدق به. شلون؟ لينفق في تلك الآية المباركة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. زين، بعدين يقول سيجعل الله من بعد عسر يسرا. هاي قانون عجيب. إذا ما عندك أنت شلون تصدق؟ يقول لي عندك تصدق والوضع بيتعدل. في هناك قانون، هاي قانون عجيب ايضا من القوانين الالهية، قانون العزلة، الاعتزال، انه واحد يعتزل عن مجموعة. الله سبحانه وتعالى سوف ينزل عليه الرحمة والبركة، خصوصا بالنسبة للأولاد، يعطيه ولد طيب
لو تراجع القرآن الكريم خصوصا سورة مريم ترى بأن هذا القانون منتشر في سورة مريم، سورة الرحمة.